تراسلو كتابه ما يجاوبكش، تعيط في التليفون ما يجاوبكش، صيفطو عون قضائي ما يجاوبكش. اذا هذا تيشوف بانه هو فوق وحنا لتحت. انا اعرف في دراية الدار باش تفعل اتفاقيات اللي دارها سيدنا باش توصل المواطن والفلاح الصغير، من بينها بان تنتفاجئوا واش نتوما دابا عمركم عرفتوا بان عندكم الحق باش تاخذوا تبي فلاح ولا فلاح، عارفين القضيه. وانا كنمشي تنتفاجئ تمشي عند سينابي وكنجبدوا تلقاو بان هذا البرج مزيانين عليه وخصو غير تفعل. ولكن كيف قال سي رباح كاين ايات خفيه ما تبغيش المعلومه توصل للفلاح باش الفلاح ما يتنورش ويستافد، باش يبقى ديما هذاك اللوبي كيتحكم في القطاع سواء في الاثمنه او في البيع ديال المواد المدخرات على الهونغري او هذا او في الارباح، باش يبقى القطاع هو نفس القطاع. حنا كان عندنا باش نقولوا كان عندنا واحد المؤسسه اللي كانت تنفس على الفلاح وكندير فلاح، ولكن هذا هي ديال العسكري اللي كانت هي اللي تدير توازن بين القطاع الخاص في المعامل وبين الفلاحه او التعاونيات، لان تسمى اللي دير الفلاح اللي بدا تكيبريو. ولكن من ولا كلشي مخصص ولا الفلاح كيبدا يقول ضربوا الخلاف. بالخصوص وهنا تنسطر على نقطه اخرى في التصرم والانفكاك ديال التنظيم ديال الفلاح، لانه كان تنظيم قوي ديال الفلاح وكلهم مهيكلين في واحد الاطار وكاين الثقه وكاين الكفاءه، كانت غتكون كقوه محاوره ماشي غير الفيدراليه او ابر المعامل، الوزير تجلس معاه ومنحقق لان دابا الحمد لله كلشي ولا قرب. اذا كما قال سي رباح هاد المساله خاص كلشي يتعاون فيها. دابا ما تنعيطوا المصالح الاداريه ما فيها سلطة محلية، ما فيها مكتب استثمار الرياح، ما فيها قلب الرياح، كلشي كيحضر وكثر من هادشي. الناس جاو مع السبعة الصباح، مع السبعة ونص، مع ثمانية، هما جالسين كيسينو. ولكن ما تتعيط لواحد اللي هو معني بالقطاع، رئيس الفيدرالية، تياكل عليها الفلوس، دابا تصور واش فرنسا على حساب الفيدرالية. عند ولادو كيجيب لانسومونس ديال الزريعة ديالو على حساب الفيدرالية. عاد دخل هذه 4 أيام و5 أيام و تيصيفط ليا ميساج تيقول لي غنتلاقى، و تنقول ليه المكتب بغي يجلس معاك لان كاينه امور ديال المحكمه، و تيقول لي لا هما مشاو دفعوا لمشي شي يدعيوه، كون دفعوا ليا انا كون كان حاكم. اذا واش الرئيس الفيدرالية ولا هذا ما بقاش يهضر باللسان ديال الفيدرالية، هذا تيهضر باللسان بغيتيني انا اجي نتهلا فيك، بغيتي واحد اخر سير انا. وماشي هذيك ماشي هذيك الفيدرالية والدور ديال الفيدرالية. انا كنا تنتمناو الفيدرالية قاصها واحد من الفلاحة، لان الفيدرالية الدور ديالها كيرجع للفلاح. اذا باش ما نطولش عليكم هذه المساله خصي وعابيه الفلاح، لان